أشكو يا عبق الريحان يا حلما يا جدول الحب يا أمي ويا داري يا آية من يد الرحمن قد نثرت على البسيطة زهرا من جلوم النار. هلا اذا بتقولوا لي لا تزوج ببطل اتزوج. انتو عندي اهم من النسوان والجواز، بس هيك بتكونوا ظلمتوني. انتو ان شاء الله بكره كل واحد بده يتزوج ويشوف بيته وحياته، وانا راح اصفى لحالي بين اربع حيطان. خلص يا بي، احنا شو بدنا غير انك تكون مبسوط؟ شو محمود؟ ما سمعت صوتك. كلامك مزبوط يا بي. الله يرضى عليكم. أنا اليوم إن شاء الله رح أكتب الكتاب وأخذ العروس بلا طنة ورنة. رح أروح يومين على المزرعة وبعدين بيجي على البيت مع المخلوقة. تتهنى يا بي. فوز جوا بس يروح بيجي لعندك. طيب انا راح اروح اشتري شويه صوف وارجع على البيت بلاقيك هنيك. ماشي. لا تطولي. ما شاء الله عليها هالربيعه والمكنه، صدقني ما راح يعجبوها هدول الصوفات وراح تلومني ليش ما جبت لها اكثر. توفقنا معها بالشغل، الله يعطيها العافيه. هلا انا راح اخذ الصوفات وروح على البيت، اخذ راشيل واروح عند وداد اسلم على فؤاد اللي جاي من السفر. اصبح بتخبريه من شان الاجتماع اليوم وبتفهميه قدام الناس عزيمه عشاء عند الخواجه رفول. اوف، وليش هالخوف كله؟ من طول عمرنا بنجتمع مع بعضنا وبنسهر. هيك امان، هيك امان يا ام اسحاق، مشان ما يقولوا الناس هون انه اليهود الشام عم يعملوا اجتماع مشان يدعموا اليهود بفلسطين، فهمتي؟
الله يخلصنا من هالقصة بقى، والله انتخست حياتنا وما عدنا نعرف كيف بدنا نعيش. لازم يكون لنا موقف قدام الناس هون مشان نبرر ذمتنا. مرحبا. اهلا وسهلا خواجك ليكور. اهلا وسهلا. بدي مجلة مسيرة، وصلت عدد جديد لعندك؟ ايه في عنا هون الرف الثاني على اليمين، تفضل. بدي اسألك، وصل كتب جديد بالمسرح لعندك؟ ايه في كم كتاب واصلنا، تفضل شوفه. من غير ما اشوف، انا شغلي مسرح، بدي عدد من كل واحد كتاب، بس لازم تراينا شوي. بتعرف خواجك ريكور، يعني انا بحب القراية وبحب الكتابة، بس المسرح يعني بحياتي ما شفت. كيف؟ المسرح حياة، فن، ابداع. بتعرف والله عن جد يعني شجعتني احضر هيك شيء مسرحية. اخي انت اللي ايمتى وين وانا دغري بجي. انت ما بيروح لك خالو، انا بجيب بطاقات لهون. إيه اذا هيك على عيني خواجك ريكور، واحلى سكرة لك، تفضل. طالما الامور منتهية وخالصة ما في داعي روح معك. والله انا محروج منك يا ابو احمد، كان لازم خبرك تروح معي من وقت ما زرت الجماعة. شو هالحكي يا ابو محمود، نحن اخوة باسم الله، بعدين القصة هيك احسن على السكيت، لا طنة ولا رنة. اصبح خليني روح انا، ما بدي اتأخر عليهم. الله يوفقك ويكون معك، والف مبروك يا عريس. الله يبارك فيك، يلا بالاذن. الله معك، مع السلامة. شو بدك زينب؟ بدك تضل عامل بحالك هيك؟ طب قوم ناكل لقمة، لك من امبارح ما اكلت. تركيني ما بدي اكل. محمود خلص، فهم القصة. ابوك مو اول واحد بيتجوز بعد ما بتموت مرته. ولك القصة مو هيك، ولك القصة مو هيك. شو القصة لكن احكيلي. تركيني عم قلك، تركيني. محمود انت صاير معك شي ومخبي عني. زينب ما صاير شي. يرضى عليكي، الله يهنيكي. شو اخبار انجي؟ يا حبيبي تفضل امشي عمي. زينب شو بكي، شو صاير؟ لك شو بكي، احكي. تعبانة. روقي حبيبتي روقي. تعي لكني أنا بعد وفاة أمي وزواج أبي ما صار علي شيء. أنا وأحمد وخالد ما حسينا بالفرق، وخالتي فادية كتير حبابة. أنا خايفة كتير،
ما بعرف شو لازم ساوي. انت مكبرة القصة زيادة على اللزوم. هلأ كل ما بده ينجعز الأفندي محمود يصير فيكي هيك؟ محمود صاير معه شي. القصة ما لها علاقة بس بزواج أبي. في شي تاني؟ شي تاني مثل شو؟ ما بعرف، ما عم يرضى يحكي. ليكون عشقان الأفندي. إن شاء الله. إن شاء الله؟ أنا آسفة ما تواخذيني. عادي لا تعتذري. أنا نفسي اكتشفت قديش الوحدة منا بتكون خفيفة لما بتحب. شو وفاء؟ ما بعرفك قوية هيك، شو القصة؟ لا قصة ولا شي، بس اكتشفت يا أما بيكون الحب كبير وعظيم يا أما بلا. شو؟ وحكم كمان؟ من أمتى؟ من وقت ما قريت مسرحية روميو وجولييت. هلا بدك تقنعيني إنه من ورق رأيت مسرحية بتتبدل مشاعرك للعكس؟ مو المسرحية هي السبب، مسرحية بس حطت لي إيدي على وجعي. من أول ما صرت صبي وأنا ما بشوف غير محمود. يمكن لهيك حبيته. حبيته لأني بدي أحب. بس على قد ما تجاهني وكأني ماني موجودة، بلش يفتر هذا الحب عندي. بلشت أحس بطريقة تانية. طريقة يا أما بيكون الحب حب ومن الطرفين، يا أما بلاها وجعة هالقلب. لأنه حب من طرف واحد عذاب عذاب، وأنا ما بدي أتعذب من أول عمري. فهمتي هلأ علي شو قصدي؟ استناني هون يا روحي، رايحة أساوي لك لفة زعتر وأجي. ألف صحة وهنا. عجبتك اللفة؟ هلأ بس تخلصها رح أساوي لك وحدة تانية. لا جاء عبالك شي حلو؟ إيش اسمك أنت؟ دي ما بدك تقلي؟ طيب ايش رأيك اسميك انا؟ رح اسميك بدر. Thank you.
وإذا كان مشان رجعتها لا تأكلها، وخليها عندي 6 شهور وبعدين بيجي أنا وياها. هلأ ربيع بدي تركب بالطيارة 12 ساعة حاجتك بقى ما بتحسين. وين المشكلة بابا؟ ما هي أنت سافرت لعندي وكان عمرك 93 سنة وما صار عليك شيء. أنا غير شيء. ها ليش بقى؟ بدك الحقيقة، أنا كل عمري بهكل هم هالمخلوقة. من يوم اللي إجيت لعندي من حلب وحاملة شغلات الصوف، تعرفي أحياناً الواحد بيحس شيء بيضل هكلان همه كل عمره. بابا من آخره، خالتي ربيعة لازم تسافر معي. مثل ما بدك ست عروبة، خليها تروح. أصلاً عيالها شهر وبترجع، بس شلون بدها ترجع؟ أنا ما دخلني، أنتوا قرروا وتصرفوا. تسلم لي يا حبيب قلبي، خلص ما تاكل هم، الموضوع عندي أنا بزبطه. صحيح، طالما أمك مو هون، في موضوع كنت حاب أحكي فيه معك. هات لشوف خير. أول امبارح حكيت معي مرت أخوك المرحوم عدنان من بيروت. إيه. قال الزوجة الثانية الله يرحمه توفى، وحابة ترجع الشام تعيش مع نجيب ومع صفاء. هلا أنا ما عندي مشكلة بالموضوع، بس أمك هي المشكلة. أوه علينا، ما خلصنا من هالقصة بقى. أمك راكبة راسة، وأنا ما بيهون علي زعلة. أنا بحكي مع بابا. أصلاً ما بيصير نترك المخلوقة مقطوعة لحالة هنيك بعد ما مات زوجها. نجيب وصفاء ما رح يهون عليهم. مستحيل، ما بدوسوا لهذا البيت طول ما أنا عايشة. يا أمي المخلوقة صفيت لحالها، ونحن كيف من كان منضل أهلها؟ كنا أهلها، بعدين خلص هي بتترك أولادها وبتتجوز بعد استشهاد جوزها 4 أشهر. شو اللي بيربطها فينا أو بأولادها؟ بتضل أمه الأمي، بتضل أمه شو ما كان يكون. لا يا عروبة، هدول أولاده لعدنان. عدنان يلي استشهد كرمال فلسطين، حبيبي اللي عم يستناني عند الحبيب المصطفى، مو ولادة لإلها. أمي حبيبتي، عدنان هلأ هو شهيد عند ربه، ونحن علينا نحافظ له أولاده. عم نحافظ له عليهم، لكن شايلينهم بعيوننا لنجيبوا لصفاء. مو القصد يا أمي، مو القصد، بس أنت برأيك نجيب رح يقبل يخلي أمه لحالها هنيك، وخصوصا بعد ما مات زوجها؟ هو قبل ما يموت كان يروح لعندها كل شهر حتى يزورها، فكيف هلأ بعد ما صارت لحالها؟ أنا ما عم بقدر شوفها، فهميني ما عم بقدر شوفها. وبلا ما تشوفي يا أمي بتعيش ببيت نجيب اللي أخذ له يا بابا. صفاء ونجيب بيروحوا لعندها؟ لا لا مستحيل. يا أمي يا حبيبتي، الله سبحانه وتعالى أوصانا بالوالدين إحسانا، بعدين نجيب وصفاء كبروا وشوي تاني بدهم يتزوجوا، وكل واحد بيروح بحال سبيله. ما بعرف، فكرة من حلمهم كرمالي حبيبتي وكرمال المرحوم عدنان. ألو؟ أهلين لبنى، ما عم ساوي شي، ضايجة. ليك اعملي حسابك إذا بدك تجي اليوم المساء بدك تنامي عندي. صفاء لازقة بالبيت، ما بتعرفي جلقتها؟ مع عمتي عروبة هون وخدي على جلاقة. شلون؟ هي عندك؟ انتو عند بيت جدو؟ طيب قلي لها إنه اليوم رح نعمل جو بيطير العقل، يا بتطق يا بتجي معك. طيب عم بستناك حبيبتي. رح روح شوي على البيت جيب كم غرض وراجع على طول لهم. طيب ماشي، باي حبيبتي باي.
أمي تطيبين مكدوساتك. أماني المرة الجاية عبيلي منهم أطراميس لأخذهم معي. ما ناقص إلا تاخدي غرفة نومك وأواعيك وغراضك كلياتها على بيت جدك. أمي صار عندي شخصية مستقلة. الله يعطينا خير هالكلام. شو بنا فرح؟ اتركي البنت تكفي جملة واحدة بس من غير ما تقصفيها قصف. شفت بابا؟ المهم هلأ مين رح ينام عندك اليوم؟ لبنى بنت عمو رأفت الثاني. تعرفي؟ كتير حلوة هي رأفت الثاني، بتذكرني هيك بملوك أوروبا مثلا، يعني لويس الخامس عشر، لويس السادس عشر مثلا. صحيح بابا، حدا سمى رأفت غير عمو أحمد الله يرحمه؟ لا بابا، بس هداك اليوم كنت عم بسمع نجيب إنه وقت اللي بده يتزوج رح يسمي ابنه رأفت الثالث. بابا وين شردت؟ لا ولا شيء بابا ولا شيء، بس تذكرت عمتك وفاء لما حكت لي عن المرحوم عمك أحمد وقديش كان ناطف قلبه على ما يجي صبي. الله يرحمه. ماما في خبر سيء شوي. خير؟ اتصلت بالمحامي وقال لي اذا مفكرة تسافري على الشام اجلي سفرك هلا. ليش؟ قال ممكن ينفهم انك عم تهربي والتحقيق شغال وهذا بيعمل لك مشاكل كتير. فؤاد بعدني عن الشام غصب عني، وقرايبه كمان عم يبعدني عن الشام حتى بموته. ماما حبيبتي كل اسبوعين او ثلاثة. شو اللي بيضملك إنه التحقيق يخلص بأسبوعين ثلاثة؟ شو اللي بيضملك إني أعيش لسه أسبوعين ثلاثة؟ أهلين، تفضلي. كيفك يا خواجة؟ يسعد مساك يا مدام. يا أهلا. أهلين حبيبتي، مساء النور. مساء الخير عمو. تفضلي. نعم. أهلين خواجة. أهلاً. شلونك؟ أهلاً، نورت. أهلاً. يا هلا. أهلاً وسهلاً. سلامات. أهلين. يسعد أوقاتكم. أهلاً. إن شاء الله بخير. أهلاً. أهلاً. تفضلوا. أهلاً وسهلاً. تفضلوا. وديش ناوية تعدي؟ والله ما بعرف ابن عمي، لا تصح أمي شوي. الله يعافيها يا رب. بتدير بالك على امك ها؟ عاد كان فكري انه ضل معك، بس لما قلت له ضل كان رح يبكي. لك؟ صحيح هالحكي لك ابو عنتار؟ لا يا ابي انا ما ببكي. انا ما عم بسألك عن البكي، عم بسألك ليش ما بدك تضل معي هون؟ يلا كل الاحوال روح انبسط مع اولاد خالك، ايه؟ نسيتي شيء؟ لا كله تمام. انت بتوصي شيء؟ لا سلامتك. جيبي لنا معك مي من النبعة. إيه انت التاني كنت تطلع لك كم يوم معنا، والله كنت بتغير جو. لك وين بدي اعطل شغلي اسبوع انا يا ام علي؟ انت شايفه وضعنا صار مكسور علينا اجار شهرين. الله يرزقك يا رب ويوقف لك ولادين الحال بطريقك. طيب يلا على السريع قبل ما تاخروا. يلا قوام. يلا يا عمو. يلا تعال هات بوسه. يلا ديروا بالكم على الطريق. عجبوك لبساتك الجداد؟ كتير إلا شوي. حبيب قلبي لا مشط لك الشعرات الحلوين. يخلي لي هالوتش الحلو ده أغسل لك هدول ويرجعوا أحلى من الأول. يا ستي هاي شكرية أخذت أولادها وراحت زيارة لعند أهلها على جوبر. شكرية ما غيرها؟ إيه شكرية مرت أبو عاطف تعرفوها. حاصله شكرية وهي عند بيت أهلها صابة شري بعيد منهم وانتشر بجسمها كله. مسكينة. وبعدين
قامت راحت على بيتها عشا وفتحت الباب، وإذ شافت جوزها أبو عاطف نايم مع وحدة نورية بالسرير. نورية؟ إيه نورية، وصارت تولول وجوزها نط من مثل التوت ومن السرير. ولو تعرفوا بعدها شو صار. شو صار؟ كفي كفي، شو صار؟ يا ستي شكرية كتير نضايفية بالعادة، بتعرفوها، طلعت بجوزها بعيون عم تقدح شرار، وقامت قالت له يا ندل عم بتنيم بتختي وحدة نورية وسخة. قام اطلع فيها وقال لها جاوب على السريع، وقال لها الله وكيلك فوتت على الحمام بالأول. وهون قام رجعت صرخت فيه مرة تانية واتطلعت قالت له وكم وجه خسلتها. قام عالطاير جاوبها وقال لها ثلاث وجوه الله وكيلك. لا 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 مو معقولة. وبعدين شو عملت شكرية؟ ما عملت شي، زعلت لها يومين ثلاثة ورجعت على بيت جوزها. احكي لي لساتها حلوة مثل الأول؟ لك ايه حلوة سبحان الذي خلقها. غريبة، ليش جوزها عم يخونها لك؟ لك هدول رجال عادة الحلوة هي المرة الثانية، بس جنس ما له أمان. لا خالتي، مو كل الرجال مثل بعض، في رجال يعني أول وحدة بيحبوها بتضل هي الأحلى حتى لو تجوزوا بعد عشرة، في هيك شيء؟ عن إذنكم ترى الخواجة رفول مو مقصر بهي القصص. قصدك الخدامة جواحة؟ لك لا شواعه ولا شيء، بس جابوا خدامة يهودية من جوبر وحطوها عندهم، قامت زاغت عيون الخواجة عليها. بس زوغا؟ بيقولوا أكثر من هيك، قعدت شهرين بعدين قلعتها مرته. يا جماعة لا تستغيبوا المخلوقة عيب، نحن ببيتها. لك هلأ شيلنا من هالسيرة واحكي لنا شكرية شو ساوت مع النورية؟ ما ساوت شي، قامت النورية دكت توب عليها، حملت حالها وطلعت من الباب، بس قبل ما تطلع طلعت فيها لشكرية وقالت لها سبحان الله ما أجملك. شو أخبار جماعتنا اللي عم بيهاجروا؟ معظمهم عم يوصلوا لقبرص، ومن هنيك الوكالة اليهودية عم تأمن وصولهم لفلسطين. سمعت إنه في منهم كتير ناس عم تهرب من الوكالة ويسافروا على أمريكا. أمريكا وغيرها، المهم هلأ خواجة أنت مانك ناوي تروح؟ هلأ صار وقتها. أنا ما بترك الشام لموت. يا جماعة بتعرفوا شو يعني الواحد يترك بلده؟ هي بلدنا، عشنا فيها طفولتنا وشبابنا، بعدين لمين ما نتركها ونروح؟ الشام مو بلدنا، الشام بالنسبة لنا مدينة مثل أي مدينة تانية بالعالم، محطة انتظار، مجرد محطة انتظار لحتى نرجع لبلدنا الأصلي. شو هالحكي جنان هاد؟ اليهود عاشوا فلسطين من 2000 سنة وتركوها. ما تركوها، وإنما طلعوا منا بالقوة. بالقوة ولا غصب عنهم؟ وبعدين في مليون فلسطيني عايشين فيها، بدكن تقلعوهن وتشردوهن وتعملوا محلهن دولة، هاد مو عدل. شو قلوا علاقة العدل باللي عم نحكيه؟ نحن اللي عم نحاول نعمله هو مجرد حركة تصحيح للتاريخ. بعدين العرب عندهم كتير دول، نحن عم نطالب انه يكون عنا دولة وحدة، بس من حقنا انه يكون عنا دولة بتخصنا. يا جماعة نحن عايشين بين العرب من زمان، وفي عنا أطباء وعلماء ووزراء، وهي نحن عايشين معززين مكرمين، مو ناقصنا شيء. ناقصنا يكون عنا دولة لإلنا. يا ابني نحن عشنا بأوروبا عيشة دوقونا فيها الويل، أما العرب ما حسينا بعبرنا معهم لا بالتفرقة ولا بالاضطهاد. وليش لحتى نبقى عايشين تحت رحمة الأوروبيين أو العرب أو غيرهم؟ نحن الشيء الوحيد يلي بيضمن إنه نبقى عايشين بأمان واستقرار إنه يكون لنا دولة يهودية، دولة بتخصنا نحن وبس. تشردوا مليون فلسطيني وبتقلي أمان واستقرار يا فؤاد؟ سيلافي، هي هي الحياة على قولة الفرنسيين، أحياناً بتكون حركة التاريخ قاسية، بس هذا قانون الحياة. بلا تاريخ بلا بطيخ، هذا حكي جنان، ما حيجيب لنا إلا البلاوي إلنا ولأولادنا. يا جماعة نحن مجتمعين لحتى نناقش أوضاعنا بهالوقت، أوضاع شغلنا وحياتنا. الشيء اللي عم بيصير بفلسطين ما رح يضل محصور فيها، النار رح تطلع وتحرق كل المنطقة. يا خواجة يعني أنت وأم إسحاق يعني ما عم تقبلوا حتى مجرد الحكي بالفكرة؟ ما بتعرفوا ممكن يكون فيها مصلحة لكل اليهود، وضروري الواحد يلط بالنار لحتى يعرف إنها بتحرق. القصة واضحة وما بدها حكي،
أكيد رح يكون في نار، بس اللي بده ياكل عسل بده يتحمل قرص النحل. بعدين العرب ناس انفعاليين، ناس بيجنوا بسرعة وبيكنوا بسرعة، لأنه الناس ما بيشغلوا عقلهم. ليكوا مثلاً الشام صارت 4 دول، شو عملوا؟ بعبعوا شوي وبعدين سكتوا. وبكرة نفس الشيء وقت تصير دولتنا، وقت بدها تقوم إسرائيل رح يبعبعوا. يا سيدي بعبعوا 1 2 3 4 5 أولاك 10، وبعدين رح يسكتوا، لأنه الناس عاطفيين، ناس ما بيشغلوا عقلهم، ناس بعمرهم ما عملوا فعل وإنما عايشين بردود الأفعال. مشان هيك دائماً رح يرضخوا للأمر الواقع. وإنت مستعدة تراهن على هالشي؟ براهنك بكل شي عندي. انت ما عم تراهن على بيت او صفقة او شوية مصاري، هي حياة بشر. انت عم تقامر بحياة اليهود قبل الفلسطينيين. حياتنا وحياة عائلاتنا اهم من اي شي تاني. لهيك اذا ما اتفقنا على موقف واضح تعرف فيه كل الشام، نحن ما حنخلص. ايش عم ترسم؟ شايفة أب وأم ولد صغير بيناتهم. تعري بدر؟ كنت متجوزة رجال غليظ كان يضربني ويعذبني، ما بتقطو طاول طاول، بس هلا راح الله يسامحه. مشان هيك ما عندي ولاد. بس انت هلا مثل ابني، تعرفت على احلى رجال. بكره بتكبر تصير رجال حلو مثله، تتعرف على شي صبيه حلوه احلى مني، تعلق فيك، خليها تستناك من أسبوع للتاني وهي عم تسأل حالها إيش في بقلبه لالي، إيش بده مني. بس لا تحسبها كتير، خليها تعرف إيش في بقلبها. شو خواجة؟ مين هالصبية الحلوة؟ أول مرة بشوفها. صبية من القامشلي، اسمها ليليان مزراحي، ومالها زمان جاي عالشام. مالي خبر إنه في عيالها بتجي من القامشلي. ما اجت عيلتها، هي نزلت لحالها عالشام. واللي فهمته إنه في بينها وبين أهلها شوية مشاكل، وهي مقطوعة من شجرة. مقطوعة من شجرة؟ قطعت لي قلبي. شوفوا هذا فندي، شكلك نويت تزت السنارة. أخي سمكة، محسوبك صياد؟ لا تقلي الصيد حلو. يا مو صياد وبس، أنت صياد وحوت كمان.
يعني أنا ما كنت صدق إنه في حدا صوته حلو كل هالقد لحتى سمعتك بإذني. برافو عليك. تسلم، هذا من لطفك. لا القصة ما لها علاقة باللطف، أنا ما عم جاملك، أنت صوتك ساحر بجنّي. وعلى فكرة مو بس صوتك. ما بعرف شو بدي أقول لك، يعني خجلتني. أنا اسمي فؤاد، وقال لي الخواجة غفور إنه أنت مالك زمان بالشام، صح؟ إيه، صار لي 3 شهور. وين قاعدة؟ أخذ غرفة بباب توما. ليش مو عنا بالحارة؟ يعني هيك أرخص. بباب توما أرخص؟ معناتها أنا لازم أنقل فوراً على باب توما. لا قصدي هذا اللي لقيته. يا ستي ما في مشكلة، القصد كنا حابين نكسبك عنا بالحارة مشان نكسب شوفتك. تسلم. بكل الأحوال أي شيء بتعتازي أنا جاهز، أنت غريبة بالشام وأكيد بدك مساعدة. هو الحقيقة خواجة رفول مو مقصر معي أبداً. طبعاً طبعاً خواجة رفول ما بيقصر نهائياً، ولكن إذا في شيء ما بيقدر يقدم لك يا الخواجة رفول أنا جاهز. تسلم. بالإذن. على فكرة شو؟ حتى ريحتك بتجنن. يعني نزعها بالأخير عمك أبو إسحاق. كان معه حق. شلون معه حق؟ هلا جاي يحط لنا العصي بالعجلات بعد ما قطعنا الشوط لقدام؟ لا، خرف هذا على آخر عمره. عمي ما خرف، أنت اللي جنيت. وداد هذا الموضوع صار حكينا فيه 100 مرة، وأنا هلأ تعبان وعندي سفر. ممكن تكرمي علينا وتحطينا لقمة ناكلها ونا؟ مثل ما بدك. بكرة إمتى مسافر من غير شر؟ بكير قبل طلوع الضوء. ولوين هالمرة؟ على اليونان كمان؟ على بيروت، ومن هنيك على كم دولة. كم دولة؟ إيه شو من القنوات على العمارة أنت رايح؟ شو رأيك أعطيكي تقرير مفصل عن كل تحركاتي وسفراتي؟ لا أيو ما في داعي. ايه شو كاينة مرتك انا؟ وداد انا التاجر، والتاجر بيسافر كتير، مفهوم؟ ممكن يا خانم هلأ تتكرمي علينا بلقمتين اكل وتخلينا ننام؟ حاضر. حابب اكل لي لقمة من دياتك الحلوين قبل ما اسافر، وحابب تضميني تعطيني حناني كفيني السفرة كلياتها. يصير في هيك؟ ليش اختي ليه؟ ليكني مثل الفلة الله وكيلك. معقول تترك اختك وتروح تسكر؟ بركي نطوا علي حرامية، بركي صار لي شيء بغياب ابوك انت رجال البيت.